اهلا بكم اعزائي طلبه الصف الخامس الابتدائي في كل مكان. النهارده معادنا مع ليسون 3، الدرس الثالث من يونت 1 الوحده الاولى، منهج كونكت لسنه خامسه ابتدائي، المنهج الجديد. هفكركم اعزائي المشاهدين، انا عملت الدرس الاول والثاني في حلقه لوحده، وبعد كده عملت درس السلسله الغذائيه اللي هي الفود تشين في حلقه ثانيه. ده معادنا مع الحلقه الثالثه او الحصه الثالثه مع ليسون 3. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم احمد عبد الشافي من قناه استاذ جرامر. يا ريت اللي بيتفرج عليا لاول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. عنوان الليسن زي ما مكتوب قدامنا كده اعزائي الطلبه، ماي شوبينج ليست. My shopping list يعني قائمة التسوق الخاصة بي، يعني اللي هي القائمة اللي ماما أو بابا إداها لي عشان أنزل أشتري حاجات مثلا من الماركت من السوق. أعزائي أولي الأمور، أنا نبهت قبل كده إن مطلوب مننا إن إحنا نكون معانا الكتاب وإحنا بنشرح الدرس. الشرح من الكتاب لما يكون معاك وتكون متابعني يكون أفضل من شرح البورد. تعالوا كده على بركة الله نبدأ مع الفوكابلري اللي هي مفردات الكلمات. أول كلمة معانا دي كلمة بيتزا. بيتزا، بيتزا اللي هي البيتزا. كاروتس خدناها في الدرس الاولاني، كاروتس، كاروتس يعني جزر. هاني كلمة برضو خدناها اكتر من مرة، هاني، هاني يعني عسل. يوغرت، يوغرت، يوغرت يعني زبادي. معانا هنا كلمة خدناها السنة اللي فاتت، فول مدمس، فول مدمس. تمام، هنا برضو حاجة حلوة اهي بقى، مهلبية، مهلبية. فرنش فرايز خدناها السنة اللي فاتت برضو، فرنش فرايز. فرنش فرايز يا شباب يعني البطاطس اللي هي المحمرة في الزيت. شوبينج ليست، شوبينج ليست اللي هي قائمة التسوق زي ما احنا شايفين كده، اي قائمة تسوق بقى سواء اكل او شرب او حاجات احنا محتاجين نشتريها. دي الكلمات الاساسية اللي موجودة معنا في الدرس. تعال نشوف الاكسترا فوكابلري. خلي بالك ان الليسن 3 الدرس الثالث درس طويل شوية. الاكسترا فوكابلري اعزائي الطلبه اولياء الامور في كل مكان، دي كلمات عدت علينا قبل كده، ممكن تلاقي فيها كلمات جديده بس الماجوريتي او الاغلبيه بتاعتها ان هي كلمات عدت علينا قبل كده، زي كلمه دينر اللي هي وجبه العشاء. هنقرا بقى دينر، انباك، دي كلمه جديده مثلا اهي نعلم عليها عشان نحفظها. انباك، انباك انا هفضي الشنطه اللي معايا. كوكمبرز، كوكمبرز اللي هو الخيار خدناها اكتر من مره. كاستمر، كاستمر خدناها قبل كده بس برضو خلينا نعلم عليها ككلمة جديدة عشان هي كلمة مستمرة معانا طول المنهج او طول العام الدراسي. كاستمر. برجر، برجر خدناها في سنة رابعة في الوحدة الاولانية. لاكي، لاكي يعني محظوظ، خدناها السنة اللي فاتت في الترم الثاني. جريبس، جريبس يعني عنب خدناها. جوسي، جوسي يعني حاجة طرية. فاكر بقى خدناها فين؟ خدناها في درس ايه؟ ها تفتكر سنة رابعة السنة اللي فاتت. جوسي يعني طرية. فريج اللي هي التلاجة. كوكيز اللي هو الكعك المحلى. برايس يعني ثمن، احنا خدناها بس خلينا نعلم عليها برضو ككلمة من كلمات الحفظ. ديزرت، ديزرت اللي هي التحلية او الحاجة الحلوة اللي باكلها بعد الاكل، واحنا طبعا فرقنا بينها وبين ديزرت، شايف حرف الاس الزيادة. تمام. كابورد، كابورد دولاب خدناها قبل كده بس خلينا نعلم برضو عليها من الكلمات اللي انت محتاج تحفظها. فرايد إجز، فرايد إجز بيض مقلي. بويلد إجز بيض مسلوق. جام مربى. ماركت سيلر، ماركت سيلر انا خدت ماركت الوحدة الاولانية في الدرس الاولاني ماركت، وخدنا سيلر برضو اللي هو بائع. تمام كده. سنسبل، سنسبل في كلمات هتلاقي نفسك بتقراها انت مش محتاج ان انت تحفظها، مجرد بس مجرد قراية. تشويسز خيارات زي سنسبل حاجة معقولة. تشويسز اللي هي خيارات. نوتريانس خدناها اكتر من مره السنه اللي فاتت والسنه دي، نوتريانس اللي هي العناصر الغذائيه. ديليشس خدناها كلمه من الكلمات المهمه. ناتس مكسرات. بول اللي هي السلطانيه. دايريز، دايريز دي كلمه جمع، جمع كلمه دايري اللي هي المذكرات او المفكرات اليوميه، خلونا نعلم برضو عليها عشان من ضمن كلمات الحفظ. دي كده الاكسترا فوكابس. تعالى بقى نشوف الاكسبريشنز اللي موجود معانا. معانا لو انا عايز اقول لوجبه الغذاء، كلمه لي دي اعزائي الطلبه يا شباب اولياء الامور مهم جدا نعرف ان نتك على الحاجات الصغيره دي. لي دي يعني فور، تمام كده، واجيب وراها اسم الوجبه. فور لانش. بالانسد دايت،
نظام غذائي متوازن. ان توتال في المجموع، هو هيجي يسالني في حرف الجر ده ان، انا مجرد ان انا قرايه اكتر من مره هلاقي نفسي غطيت كل الكلام ده. اكت اوت يعني يمثل او يتصرف، اوف كورس بالطبع، سنسبل تشويسز اختيارات منطقيه، هو ده اللي مطلوب. مطلوب ان انا افك لساني عشان ابدا اقرا كتير. تعالى كده جرب الاكسرسايز ده الكويز بسرعه معانا. هنا شوبينج تسوق، يوجرت زبادي، فرنش فرايز بطاطس محمره، نتس مكسرات، هاني يعني عسل. تعالى بقى نختار. وي يوز ميلك تو ميك، انا بستخدم الميلك عشان اعمل ايه؟ هعمل ايه من هنا؟ هتقول لي يا مستر يوجرت، يبقى دي نمبر 1، برافو عليك. ذا سبيس او نقط ليست، انا خدت اسمها ايه؟ قائمه التسوق، اسمها ايه من غير ما اكمل قرايه يا مستر؟ ماي شوبينج ليست، يبقى دي نمبر 2. تمام كده؟ اوكي. نمبر 3 بيز، لو انت عرفت كلمه بيز قبل ما اكمل قرايه هتعرف الاختيار. بيز يعني ايه يا شباب؟ يعني النحله يا مستر. يبقى ميك ايه؟ ميك هاني، يبقى هاني ده يا شباب هتبقى رقم كام؟ رقم 3 يا مستر. تمام. نمبر 4 هي كاتس ذا بوتيتوز تو ميك، الله هو كان بيقطع البوتيتوز عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل يا مستر بطاطس محمره في الزيت اللي هي ايه؟ بطاطس مقليه. تمام، اللي هي رقم 4 فرنش فرايز. فرنش فرايز. تمام، دي مفردات انت قريتها وحفظتها وبدات تحل معاك الكويزات والاكسرسايزز اللي موجوده على الدرس. تعالى بقى نشوف التمرين اللي جاي ده. ده تمرين ليسننج بس انا حبيت اقف عليه بس عشان اطلع منه حاجه مهمه جدا. انا لما باجي يا شباب اسال على السعر، بسال على السعر يا مستر بالسؤال ده، هاو ماتش. هاو ماتش يعني كم تمن؟ هاو ماتش يعني ايه؟ يعني كم تمن. لو انا هتكلم على حاجه جمع هقول ار، لو هتكلم على حاجه مفرد هقول اس. تمام كده؟ يعني دي مثلا ايه مكتوب ايه؟ هاو ماتش ار ذاي، هو كان بيسال على ايه؟ على التوميتوز. هاو ماتش ار ذاي، لما اجي اجاوب يا شباب هنا بقول لك ايه بقى؟ هجيب مثلا رقم الفلوس يا مستر، واخد بالك، والكيلو. يعني مثلا هنا قال لي ايه؟ They are a good price، يعني سعرهم جميل. They are only 3 pounds، انا عايز بس اعلمك كلمه pounds اللي هي الجنيهات وقبلها الرقم، وكلمه ايه؟ كيلوجرام. كيلوجرام اللي هو الكيلوجرام. حابب برضو اقرا لك الدايلوج ده، مهم جدا الموضوع، انا بهتم جدا بالقرايه لان هي اللي هتخليني منطلق في تعليم اللغه. Hello, what would you like? Hello, what would you like? يعني مرحبا، ماذا تحبين؟ انت بتحبي ايه؟ يبقى انا هطلع بقى من الجملة دي كده بالجزئية دي، شايف؟ اهي خلينا ناخد عربي معاها. What would you like؟ لما احب اقول لحد حاجة، انت بتحابب ايه؟ حابب تاكل، حابب تشرب. What would you like? What would you like? What would you like? تمام؟ لما هيرد علي هيقول لي ايه؟ هيقول لي الجزئية دي، شايف كده؟ اهي I would like some، هنشرح some دي كمان شوية. I would like some carrots please. I would like some milk please. I would like some fruits please. I would like some rice please. تمام، يبقى دي اجابات كتيرة جدا. ممكن اعرف بقى ان انا لازم اجاوب بايه؟ I would like. I would like اللي هي الاختصار بتاعها هناخده كمان شوية، I'd like. تمام تمام. تعالى بقى نقرا الصورة رقم 2. لما احب اسال على حاجه هل يوجد، كلمه هل يوجد دي يا شباب عندي لها معنيين يا مستر احمد، يا اما ار ذير يا اما از ذير. تمام كده، هحاول انزلها لكم برضو على الشاشه دلوقتي. ار ذير دي للجامعه يا مستر، لما تكون الكلمه اللي هسال عليها اهي جامعه. طب لو الكلمه مفرد هقول از ذير، يعني هنا هقول ايه؟ ار ذير اني توميتوز، وخلي بالك من كلمه اني، الدرس طويل جدا على فكره، مهم جدا، الدرس رقم 3. Are there، هنا ثلاث حاجات هتعلمهم، شايف are there؟ اهي السؤال على هل يوجد للجمع، شايف اني اللي بتيجي في السؤال؟ تمام يا مستر، شايف الكلمه الجمع دي اللي خلتني اقول are there؟ اهي تمام. Are there any tomatoes؟ طب لو كانت مفرد كنت هقول is there؟ تمام، هتجي لنا كمان شويه. قال لها ايه البياع؟ Yes look there are lots of tomatoes، او البنت ردت على مامتها قالت لها Yes look، بصي there are، شايف الإجابة أهي there are lots of tomatoes، يبقى أنا لما جاوبت قلت يا شباب there are، there إيه؟ are، وجبت كلمة lots عشان أعبر بيها عن الكثرة، وبعد كده الكلمة الجامعة اللي هي إيه؟ tomatoes. هنا بقى بيعلمني في الصورة الثالثة سؤال تاني بطريقة تانية،
الاول كان بيقول لي ماذا تحب، تمام كده. هنا بقى هقول له ايه، هو انت عايز برتقاله مثلا، عايز تفاحه، عايز رز، عايز لحمه. Would you like an orange؟ اهي لما احب بقى ايه اقدم عرض. Would you like an orange؟ هو انت عايزه برتقاله؟ هي بتقول لبنتها Would you like an orange؟ Would you like an apple؟ Would you like an egg؟ تمام. قالت لها ايه؟ قالت لها Yes please. Yes please. اه. Can I have some grapes too؟ شايف دي بقى؟ شايف الدرس بقول لك في غاية الأهمية. شايف دي؟ علم بس على المجموعة دي كده. اهي. اهي. Can I have some grapes too؟ أنا لما أحب أطلب طلب مؤدب من حد أقول إيه؟ Can I have؟ شايف دي؟ شايف some؟ ما تجيش تقول لي ما جبتش إني ليه عشان سؤال يا مستر، لا ده طلب. some يا شباب بتيجي فين؟ في الطلب يا مستر. Can I have some grapes too؟ Can I have some grapes too؟ خلي بالك من grapes جاي كلمة جمع. تمام تمام. تعالى بقى أشوف الصورة رقم 4. How about buying some lemons and pineapples too؟ ده هو اللي بيقول لهم بقى، بيعرض بقى عليهم بقى، ها بيعمل سيلز اهو. How about buying some lemons and pineapples too؟ السؤال اهو، خلينا نعلم بس عليه درس في غاية الأهمية المحادثة دي. How about يعني ماذا عن، أو إيه رأيكم، أو إيه، أو إيه رأيك. جا وراها إيه يا مستر؟ جا وراها هنا فعل في ING يا شباب. How about buying؟ How about buying؟ ايه رأيكم في شراء some lemons، some lemons and pineapples too؟ طب ايه رأيكم تشتروا ليمون واناناس ايضا؟ كلمة تو يعني ايضا، شرحناها الحصة اللي فاتت. قالت له no thanks that's all I need for now، لا شكرا ده كل اللي انا محتاجاه. يبقى انا اتعلمت هنا، هقول لك من شوية نطلع فوق، خدت الجزئية دي اللي هي what would you like، والرد بتاعها I would like some، وجيب اسم الجامعة. خدت are there any، هل يوجد للجامعة، وقلت there are. خدت بعد كده would you like an orange، ردينا وقلنا yes please، وقلنا كمان طلب can I have some، وبعد كده خدنا how about والفعل في ing some lemons and pineapples. ده الكلام اللي احنا قلناه، ده الكلام اللي احنا قلناه على شكل بقى القاعدة. شايف بقى، هنبدأ نحفظ بقى ان عندي how about هيجي وراها يا اما اسم الحاجه اللي بسال عليها ايه رايك في كذا، او فعل يا مستر في اي ان جي اللي هي ماذا عن، اللي هي ماذا ايه عن. وادي المثال اهو، هبدا احفظ يا شباب. هاو اباوت، اقول هاو اباوت، هقول هاو اباوت هاف ولا هاو اباوت هافينج؟ تمام اهو بينور لي دي باللون الاحمر اهو. انا مش عايز تطلب اكتر من كده، تحفظ اكتر من كده، تحفظ هاو اباوت والفعل وراها اي ان جي، تمام كده. طب لو حبيت اسال ماذا ترغب او ماذا تود، What would you like؟ اهي احفظها بقى، افضل كلم نفسك انت واختك. What would you like؟ What would you like؟ هيقول لك او هتقول لك I'd like some olives. هنا دي اختصار ايه يا مستر؟ اختصار would. تمام. شايف some دي لازم يجي وراها ايه؟ جامع يا مستر اهو. I'd like some olives. السؤال اللي احنا خدناه عن الجامع كنت بقول ايه؟ Are there يا مستر للجامع، او is there للمفرد. وكانت ان يا مستر موجودة في السؤال اهي. Are there any tomatoes؟ Are there any tomatoes؟ الرد بتاعها ايه؟ هقول yes يا مستر، وبعد كده اعمل المقص ما بين الاتنين دول اهي. There are. Yes there are. لو حبيت اسأل مفرد هقول is there. ننزل تحت هنا بيقول لي ايه؟ لما اجي اعرض حاجة بطريقة مهذبة اقول ايه يا مستر؟ اقول would you like some؟ Would you like some؟ واجيب الاسم، تمام كده، هل تود بعض. تمام. تعالى هنا كده Would you like a، اجيب الحاجة بقى، بلاش some، بلاش بعض، بلاش ايه، بلاش بعض. وانا ممكن اقول some rice، some apples، some lemons. تمام. هل تود بعض او هل تود؟ الرد يا مستر لو انا موافق اقول yes of course او yes please. تمام. تعالى خد المثال، المثال اهو يا مستر احمد. Would you like some lemonade؟ Would you like some lemonade؟ انت محتاج عصير ليمون. Would you like some lemonade؟ هل تريدين بعضا من عصير الليمون؟ Would you like some lemonade؟ شوف ابدأ كرر كده مع ماما او بابا. Would you like some lemonade؟ Would you like some lemonade؟ هيقول لك ايه؟ Yes please. Yes please. وهنا الاختصار يا شباب بتاع I would اللي هي I'd. I'd اللي هي I would. تمام؟
الدرس مش صعب، الدرس سهل بس محتاج تركيز على كل نقطة أنا معلم عليها باللون الأحمر. أستاذ جرامر مهتم بتعليم المناهج اللغوية باللغة الإنجليزية لجميع المراحل التعليمية. تعال بقى للحاجة التانية اللي قابلتنا برضو، كنت معلم عليها في المحادثة، أنا بقولت لك المحادثة في غاية الأهمية، أخطر محادثة عدت عليك وهتعد عليك السنة دي كلها، طلب شيء بطريقة مهذبة. الله، احنا لسه ايه مثلا من شويه، لا خدناها بصيغه ايه بقى، هناخد المره دي بصيغه ايه؟ can I have، هل يمكنني ان، هاخد ايه مثلا وراها ورا have؟ قال لك اسم، وبعد كده اجيب كلمه ايه من فضلك اللي هي please. طب تعالى كده نشوف المثال كان ايه. can I have some water please؟ يا مستر انا لازم اقول water؟ لا اقول اي حاجه. can I have some lemon please؟ can I have some rice please؟ can I have some burgers please؟ تمام، can I have some، وجبت الاسم يا مستر اهو. تمام كده، اسم بتعدى يا مستر ولا بتعدش مش هتفرق معاك، لسه هناخدها كمان شوية. لما هرد هقول ايه؟ yes of course، انا هجيب لك المية خلاص. اوكي yes of course. تمام، الدرس ده يا شباب من اخطر الدروس اللي هتقابلك في سنة خمسة السنة دي، درس مهم جدا. تعالى كده جرب نفسك كده، شوف احنا هنعرف نحل المحادثة دي ولا لا بعد ما نذاكر. طيب انا مستر معايا سم يعني بعض، معايا اباوت اللي بتيجي مع هاو اباوت وراها الفعل في ان جي، معايا بليز من فضلك، معايا كورس اللي هتيجي مع اوف كورس، شفت انا بقول لك ايه، معايا وود. تمام، ده الماركت سيلر البياع اللي موجود في السوق، ودي مام اللي هي ماما. قال لها ايه؟ هالو وات نوت يو لايك. احنا خدناها بقى، بص احفظ زي اسمك، احنا خدنا الجمله دي لما كنا بنقرا او السؤال ده في المحادثة اللي فاتت. What would يا مستر، what ايه، what would، يبقى هي دي يا مستر رقم واحد. طيب مستر لما كنتش عارف، طب ما تشوف هنا قال لها ايه، قالت له ايه في الاجابة، قالت له I would like، ها بعض فين، فين كلمة بعض، some فين، هي هي يا مستر رقم اتنين some. طيب قال لها ايه، would you like an orange، would you like an orange، هل ترغبين في برتقالة، would you like an orange، قالت له yes of، بتيجي معها ايه، تقول له كورس يا مستر، يبقى دي رقم ثلاثة اهي، نعم بالطبع. تمام، هاو خدناها هاو ايه يا مستر، هاو يعني كيف يا مستر، ولا ما رأيك في اللي يجي وراها فعل فاي ان جي وبعد كده صم وبعد كده الاسم، اه هي دي، برافو عليك. هاو اباوت اسمها ايه، هاو اباوت، يبقى دي رقم كام يا مستر، رقم اربعة. هاو اباوت، حد هيقول لي يا مستر طيب انت قلت لي هاو اباوت يجي وراها فعل فاي ان جي او اسم او ايه او اسم، تنساش ما تاخدش الكلام على مزاجك وتفوت الباقي، لا شوف كل كلمه انا قلتها. تعالى بقى للجدول ده، احنا مستنيينه من بدري، اللي هي الاسماء اللي بتتعد والاسماء اللي ما بتتعدش، وهناخدها بالتحديد المره دي يا شباب على الاكل والشرب. ايه يا مستر الاسماء اللي بتتعد وما بتتعدش؟ هو في حاجه بتتعد؟ اه كاونتبل ناونز، حاجه اعرف اعدها بالوحده على ايدي، وفي حاجه اسمها انكاونتبل ناونز، الاسماء التي لا تعد او غير معدوده، زي الكميات والميه. تمام، طيب تعالى واحده واحده بس كده، الاسم هعرف اعده يعني في مفرد يا مستر وفي جمع، مفروض. تمام يا مستر صح كده، تمام، طالما هعرف اعده ويكون في مفرد ويكون في جمع، يبقى المفروض يا مستر احط قبليه يا يان. تمام كده اتفقنا خلاص. تمام تعالى كده، التفاحه اعرف اعدها، اه تفاحتين ثلاثة أربعة. طيب هي التفاحه الواحده اسمها ايه؟ اسمها ان ابل. طب لما اجي اجمعها يا مستر، قال لك لما تيجي تجمعها شيل الان دي وحط اس، ابلز ابلز. تمام تعالى البطاطسايه الواحده اسمها ايه؟ ابوتيتو ابوتيتو. انا حطيت ايه هنا؟ ما حطيتش ان يا مستر، ما انا قبل الكلمه اللي بدأ بحرف متحرك، انما دي بقى بكونسونانت. تمام ابوتيتو، طب لما اجي اجمعها هتشيل الا اهي وحطينا اي اس عشان الكلمه منتهيه بايه؟ باو، بوتيتوز بوتيتوز. تمام تعالى كده شوف كلمة امان، امان يعني ايه؟ يعني حاجة امان يا مستر كده وحلو، لا امان يعني رجل، امان يعني ايه رجل. لما اجي اجمعها هتيجي تقول لي يا مستر هشيل الايه، هزود اس، لا يا مستر دي كلمة شاذة او الريجلر، من يعني رجال، من. تمام تعالى كده شوف المثال ده، شوف عايز يقول لي ايه. بوتيتوز مفرد ولا جامع؟ جامع يا مستر. خدت از ولا ار؟ ار يا مستر. شفت احنا واحدة واحدة ازاي بنفهم الجمع ياخد ار. ماي فيفرت فود، وقال لك خلي بالك البطاطس كاونتبل بتتعد. طب تعالى شوف يا سيد الفاضل اللي ما بتعدش يا مستر. تمام يعني ملوش جمع،
ملوش جامع، فيعامل معاملة المفرد. الله عليك يا مستر احمد، تمام. طب الاسم اللي بتعدش احط قبليه ان ولا ان؟ اذا كان هو بتعدش اصلا مش هحط يا مستر. اهي حمص اللي هي طحينة الحمص، سولت الملح، تشيز جبنة، مش هقول اتشيز بقى، تمام. ووتر مية، شجر ميلك، ميت از ميت يا مستر، ده لحمة كتير، لحمة كتير جدا، بتعامل معاملة المفرد، يجي وراها ايه؟ از مش ار، وهي uncountable. ركز، اقسم بالله الدرس ده شباب اعزائي الامور من اهم الدروس في اللغة الانجليزية. تعالى استخدام ايه يا مستر؟ مع الكلام اللي بتعدى يا مستر، امان افوكس، وبدأ بايه؟ بالكونسونانت بحرف ساكن ادوج. طب استخدام ان يا مستر؟ مع الكلمة اللي بدأ بحرف ايه؟ فاول متحرك، elephant an apple an onion، تمام. ايه يا مستر صمو ايه اللي كنت بتقراها في المحادثة؟ قلت لك المحادثة بتاعت البائع دي الماركت سيلر والمام في غاية الاهمية. صمو اني، صم يا مستر يعني بعض، واني يعني اي. واحدة واحدة بقى كده عشان نبدأ نشتغل الشغل المظبوط. رقم واحد هنشرح ايه يا شباب؟ هنشرح صم يا مستر احمد، صم يعني بعض. قال لك نستخدم صم على الاسماء الجمع المعدودة والغير معدودة، يعني يا مستر مع اللي بتعد واللي ما بتعدش ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم صم، تمام كده. طب مع اللي بتعدى يا مستر ما تديني مثال. اهي some box some chairs some eggs. طب اديني مثال يا مستر. I have some box I have some box، تمام. طب ما تيجي نشوفها يا مستر مع الاسماء اللي ما بتتعدش، تمام كده. some water some sugar some salad، تمام. ما تديني مثال يا مستر. she has some juice she has some juice. في حاجة خلي بالك منها اهي، قال لك بتستخدم صم في السؤال. هي مستر صم هتيجي في السؤال ده، اني بس اللي بتيجي في السؤال؟ قال لك لا، ما صم برضو بتيجي في السؤال، ولكن امتى بقى؟ في العرض والطلب. عرض ايه وطلب ايه؟ لما بعرض حاجة، انت عايز تشرب شاي ممكن تشرب شاي. شوف بقى في المثال، تعالى would you like some tea، ده عرض اسمه عرض، انا بعرض عليك تشرب شاي. would you like some tea ده اسمه ايه؟ عرض. طب الطلب يا مستر اقول ايه؟ اهي can I have some water please. وانا يا مستر افرق بين العرض والطلب ببليز، ايه رايك؟ تمام. تعالى بقى رقم اتنين اللي هي any، معناها اي، معناها اي، شكلها كده يا مستر بتيجي في النفي، تمام. الله اكبر عليك، اهي تستخدم اني. بص الاول، خلينا الاول مع الاسماء اللي بتتعدى يا مستر ولا بتعدش. قال لك مع الجمع المعدود والغير معدود، مع الاثنين. امتى بقى؟ اهي خلي بالك في النفي والاستفهام اللي هو السؤال. مثال يا مستر، اني رايس اني بينز، يعني الرايس اهو ما بتعدش والبينز بتعد، تمام. شوف كده اهي في الجمله المنفيه there aren't، خلي بالك لازم تبقى منفيه اهي، من غير دي ما ينفعش اني تكون موجودة. خلاص اتفقنا، من غير النوت اني ما تبقاش موجودة. There aren't any vegetables in the fridge، مفيش خضروات في التلاجة. او ان اقول I don't have any coffee، النوت موجودة فاني موجودة، ايه رأيك؟ تمام. انفع اقول I don't have some coffee؟ غلط يا مستر، يبقى دي صح، دي صح. طب فين المثال يا مستر بتاع صيغة الاستفهام او في صيغة السؤال؟ اهو ركز معايا، مش هسيب لك حاجة. دو ادي سؤال اهو، do you have any، اهي ادي اني اهي تيجي في السؤال. فين النفي يا مستر؟ نوت، احنا قلنا في الجمله الخبريه المنفيه، اما ده سؤال اني اهي. بعد كده جت توميتوز بتعد. طب is there any salad، ادي اني سؤال اهو، جت سالاد ما بتتعدش. تعالى كده شوف التمرين ده، التمارين دي في غايه الاهميه، جميله جدا، هتاخدها لما تروح اعدادي ان شاء الله، ويا ريت يستمر هو عليها، يجيبها في الامتحانات في سنة خمسة وفي سنة ستة ان شاء الله. التمارين دي اللي بيحلها الطالب الشاطر اللي فهم الدرس. هو هنا بيقول لك الكلمة اللي انا شايف تحتها خط كلمة غلط، حاول تصححها لي. هنا قال ايه؟ هنا قال نو يا مستر، وهنا قال ارنت يا مستر، يعني قال نفي، يبقى صام هنا يا مستر غلط. ايه رأيك بقى؟ يبقى الحل ايه هنا يا شباب؟ يا مستر احمد هكتب هنا ايه؟ اني، تمام. رقم اتنين وهسيب لك الباقي، تشيز ار ماي فيفورت فود. هتيجي تقول لي يا مستر ما هي مظبوطه؟ لا، قال لك ده ار غلط. شايف التشيز دي ما بتتعدش يا مستر، كلمه غير معدوده، واحنا قلنا غير معدود بيعامل معامله ايه يا شباب؟ المفرد يا مستر، ما بيبقاش ار، تبقى ايه؟
يبقى هكتب هنا مستر از، هكتب ايه؟ از. جرب كده ومشي نفسك هتلاقي نفسك بتحل صح. طيب تعال شوف كده سؤال ال choose there is not water on the floor. طيب انا قلت يا مستر ايه دي بتيجي في السؤال وجمله منفيه يبقى غلط. قلت يا مستر ووتر دي كميه او غير معدود مش هستخدم لا ولا ان، ايه رايك بقى؟ يبقى انا هستخدم ايه؟ سم. شفت الاجابه؟ تمام. نمبر 2 وي وونت نقط تي بليز، ده ايه؟ بطلب حاجه من حد، يبقى وي وونت سم تي بليز، احنا عايزين بعض من الشاي من فضلك. تمام. رقم 3 اي وينت تو ذا زو يسترداي، انا كنت امبارح في جنينه الحيوانات. اند اي سو، ايه اللي فانت يا مستر؟ ده بدأ بحرف متحرك، يبقى اختار ايه يا شباب؟ ان، اختار ايه؟ ان. نمبر 4 they didn't eat not apples or orange، شايف ده؟ not. مستر احمد قال لي لما الاقي not بستخدم ايه؟ بستخدم any، شايف؟ برافو. رقم 5 اخر جمله would you like، ها ده ايه بقى؟ ها عرض، اسمه ايه؟ العرض. العرض باجي فيه ايه؟ سام يا مستر وانا مغمض اهي. Would you like some coffee? Would you like some coffee? اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهارده درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقه سهله وبسيطه. انتظروني في مزيد من الدروس على قناه استاذ جرامر في جميع مناهج اللغه الانجليزيه وتعليم الانجليش لانجوج بطريقه سهله وبسيطه بعيده عن التعقيد. تحياتي، كان معكم احمد عبد الشافي. See you.